السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نشرح طريقة تخطي لأداة FW Unlock RAM Disk للأجهزة من 6 ل X، معنا نفس الطريقة من 6 ل X زائد iPad 6 و 7، نفس الطريقة بالتفصيل. يا ريت بداية لا تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل جديد. أول شيء زي ما انتم شايفين فتحنا 3U Tools، الجهاز مسكر iCloud. سكر الجهاز، بنزل الأداة، رح أترك لك رابط تحميل الأداة بالوصف. بنزل لك بملف نفس مضغوط، بعمل اكستراكت الملف، لازم يكون نازل عندك من رار عشان تقدر تفك ضغط الملف. طريقة اختلفت، صارت الآن بالسيريال نمبر، رح أشرح لكم إياها. راح يكون في حل لمشكلة الإشعارات ويعني حل مشاكل التخطي بشكل كامل. فك الضغط زي ما انتم شايفين، والآن بفتح الملف. برضو بفتح الملف، طلع عندي خيارات بالشكل هذا. بروح على خيار FW Unlock RAM Disk، لازم تكون طافي الحماية تاعت الجهاز عشان تشتغل معك بشكل بدون مشاكل. نفتح الأداة، نعمل يس. طبعا هون راح يطلع لك لوحة تسجيل. عشان أسهل عليكم الموضوع للناس اللي ما بدها اشتراكات شهرية، عشان ما تدخل في حوارات إنه لازم تعمل يوزر نيم وباسورد، وحط لكم اليوزر نيم وباسورد بس لل الناس اللي بدها تفعل جهاز واحد مش مهتمة بالاشتراكات الشهرية. حط له اي 2025، راح اترك لك اياه كمان راح مع رابط التحميل. لو اي 2025 باليوزر نيم وبالباسورد، تعمل ريمبر، تعمل لوج ان. طبعا هون راح يبطل يطلب منك باسورد ولا يوزر نيم للاداة، والاداة راح تصير تفتح معك بشكل مباشر. انتظر الأداة لتفتح. راح أشرح لك شوية شغلات تعدلت بالأداة ولسه لا يعني في كمان لسه كمان تحديثات كمان أقوى للأداة. حدثنا هون بالأداة رقم الهاردوير، هون هذا الرقم راح يكون ثابت ما يتغير، لأنه كان في المشكلة في الإصدارات السابقة كل ما تغير، كل ما تنزل تحديث جديد يتغير الرقم وتضطر تتواصل معنا عشان نغير لك للاشتراكات الشهرية عشان يرجع يتأكتف عندك الجهاز. الآن هذا الموضوع التغى بشكل نهائي وصار الوضع مباشر، وهذا الرقم ثابت على الجهاز، رقم الهاردوير تاع الجهاز. الجهاز الأداة بتفتح بالشكل اللي انتم شايفينه هيك مباشرة. الخطوة الأولى لازم أول شيء نشبك الجهاز. بالأداة زي ما انتم شايفين شبك الجهاز بالأداة. ننتظر هون لا يعمل قراءة للجهاز، قرأ الجهاز بشكل كامل. أول خطوة بدي أعملها للجهاز بدي أعمل له جيلي بريك. أضغط على خيار جيلي بريك من هذا الخيار، بعدها راح يختار هو تلقائي الخيار الثالث. بضغط على نيكست عشان يدخل الجهاز بوضع الريكفري. يا ريت لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين دخل الجهاز بوضع الريكفري. ننتظر للأداة تعرف انه الجهاز دخل في وضع الريكفري.
نعمل فيكس درايفر هون زي ما انتم شايفين ما قرأ، بكون في مشكلة بالتعريفات، لازم مباشرة يقرأ انه هو دخل بالريكفري. لو اجينا هون ضغطنا على ديفايس زي ما انتم شايفين ما قرأ الأداة، فباجي بعمل هون مباشرة فيكس درايف. وبشيل الجهاز وبرجع بشبكه. بروح على الخيار الثالث وبضغط التالي. زي ما شفتوا هيك تعرف انه الجهاز بوضع الريكفري. الان الخطوة الثانية اللي هي ما نعمل ستارت مع ضغط باور مع زر الهوم عشان ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود. ننتظر العداد الاول ليخلص، والعداد الثاني عند رقم 9 بفلت زر الباور بضل ضاغط على الهوم فقط لوحده. نجهز، بنضغط ستارت وبنضغط زرين، ننتظر 10 9، برفع ايدي على الباور وضل ضاغط على خفض الصوت، على اسف على زر الهوم. زي ما شفتوا دخل الجهاز بوضع الدي اف يو مود. هاي طريقة شرحي وانا بشرح للمبتدئين. اذا انت عندك خبرة شايف الموضوع مبالغ فيه فهاي المشكلة عندك انت لوحدك. اغلب الناس اللي بتتابعني ناس بتشوف الاخطاء، بتتعلم من الاخطاء، بتشوف المشاكل اللي بتصير خلال العملية. عشان هيك ما بحب اعمل مونتاج، عشان الناس تشوف هاي الاخطاء وتتعلم كيف تصلحها اذا واجهتك. الان بننتظر. انا مسحت تعريفات الجهاز عشان تتخربط يعني، بس عشان تصير هاي المشاكل. العادة إذا بتكون تعريفاتك صحيحة وكل شيء تمام ما بصير عندك أي مشكلة، خلاص كل شيء بيكون شغال. كل جهاز بتمسكه بتعمل عليه جيل بريك مباشرة، بتفتح الجهاز كل العملية بتاخدش معك 5 دقائق. فتح الجهاز، ننتظر ليتعرف. زي ما شفتوا كتب تشيكرين مود، هيا تشيكرين مود، يعني الجهاز الآن في وضع الجيل بريك، تمت عملية الجيل بريك بشكل كامل. بنسكر هاي الشاشة وبنروح من هون على خيار جيل بريك 12 ل 17، وبنروح على هذا الخيار راح اضغط عليه وانا مش مفعل السيريال. ليش؟ لانه في خطأ بالاداة راح نصلحه بالتحديث القادم، ولكن بدي اورجيك اياه. نضغط هلو باي باس. الان راح يقوم بالعملية كأنه انت مفعل الاداة وكأنه انت يعني شاري تفعيل الاداة. راح يعطيك انه بفعل في الجهاز، والجهاز هو ما بتغير عليه اي شيء، يخلص 90 و100%. هون لازم يعطيك مباشرة بس تضغط على هذا الزر، يعطيك انه انت جهازك غير مفعل، ولكن راح اعدلها بالتحديث القادم، ولكن لانه مستعجلين على التحديث عشان هيك نزلت لكم اياه قبل ما اعدل هاي المسج. كيف بدي افعل؟ بروح على السيريال نمبر بضغط عليه زر 1، هيك نسخ السيريال نمبر، وتوجه مباشرة للموقع وبروح على نيو اوردر. بروح على نيو اوردر واختار اف دبليو رام ديسك اي سي اي اس اي مباشرة، بعمل لصق هون بختار هون رقم 1 وبعمل بليس اوردر. وهنا بيخصم عندي من الرصيد الموجود عندي 10 دولار بيخصم 10 دولار، بعمل سبمنت. هيك تمت العملية مباشرة، برجع للأداة وبشتغل عليها. وفي عندك خيار ثاني، تفوت على موقع اف دبليو انلوك وتروح على بليس اوردر ايمي، تنزل لتحت وهون تكتب بالخيارات اف دبليو، وهي ثاني خيار هو، تضغط عليه وبتكتب بتعمل لصق هون للسيريال نمبر وبتعمل اوردر. بس هون في هذا الموقع اف دبليو اللي هو السيرفر بياخذ تقريبا خلال ساعة بكون تفعل السيريال. هون بتفعل مباشرة، يعني مجرد ما خلصت العملية اعطاك تم مباشرة، تتوجه للأداة وبتضغط على هلو باي باس نو تشينج سيريال نمبر. زي ما انتم شايفين راح يبلش يعد الان
ولكن هاي المرة راح تبلش العملية بشكل كامل. حكيت لكم هذا خطأ بالأداة، لأنه أي واحد راح يجي بيكبس ويحكي ما بيصير إشي بالجهاز، لازم تدفع السيريال وتفعله عشان تبلش العملية. زي ما انتم شايفين طفى الجهاز لتقوم بالعملية، وهذا الخطأ راح نعالجه بالتحديث القادم. راح يكون تحديث بسيط بس لهذا الخطأ، انه يصير يعطيك انه لازم تسجل السيريال قبل اتمام العملية. طبعا عالجنا كل موضوع الباي باس بشكل كامل، تطفي الجهاز بتشغله ما في مشكلة، الاشعارات بتوصل، يعني اغلب الامور كلياتها انحلت ان شاء الله. طبعا صبرنا عليه التحديث عشان نعمل تجارب، الحمد لله الامور الان طيبة. ننتظر الجهاز ليفتح. زي ما شفتوا فتح الجهاز مباشرة بدون حتى ستب. هذا هو الجهاز، فتح بشكل كامل. No seam inserted. روح هون، هي زي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل. طبعا هاي زي ما حكيت لكم من 6 ل X زائد iPad 6 زائد iPad 7. عملية اللي بنقوم فيها لانه بتدعم الجيلبريك والتفعيل عن طريق السيريال. وزي ما حكيت اذا ما كنت مفعل السيريال في الموقع ما راح يعطيك يكمل، ولكن ما راح يعطيك، ما راح يفتح الجهاز الا بعد ما فعل السيريال من الموقع فقط. وهذا الخطأ راح اعالجه بالتحديث القادم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.